تصبح خير بالعافية. أحبش المحاضرة طويلة شوية. الله يعطيك العافية يا جماعة. اليوم محاضرة اليوم راح تكون بروتينز 3. بروتينز 3 المحاضرة السابقة أخذنا التيرشري والكوتيرنري ستراكشر. حكينا التيرشري مقصود إنه البروتين يكون له 3 دي ستراكشر. طبعا هاي بتصير في عندنا 4 تايمز اوف بوندينج بتكون بتوين سايد تشينز اللي هم الهيدروجين بوندينج والدايسلفايد بوند والسولت بريدج والهيدروفوبيك اللي هو نون بولر هيدروفوبيك انتراكشن. هذا التيرشري ستراكشر. حكينا البروتين يصير التيرشري ستراكشر يصير له فولدينج وبندينج بحيث انه يصير اكس واي زي. بعد هيك اخذنا اللي هو الكوتيرن ستراكشر. قلنا الكوتيرن ستراكشر مش كل البروتينات لها كوتيرن ستراكشر. في عنا شرطين لازم تحققوا ان كل بروتين مكون من مور ذان وان بوليبتايد وهاي البوليبتايد مرتبطه مع بعض بنان كوفيلنت بوندنج تمام. بعد هيك اخذنا عمليات اللي هم الدي ناتشوريشن انه البروتين يخسر اكس 3 دي ستراكشر حتى عكس العمليه عمليه اسمها ري ناتشوريشن تمام. وفي عمليه اسمها ديجراديشن اللي هو الروابط البيبتيديه تتكسر. وفي عمليه اسمها اللي هو الاجريجيشن البروتينات اللي بتكون هايدروفوبيك اللي ما بتحب الماء بتحاول تهرب من الماء وبتتجمع مع بعض حتى تقلل من المساحه المعرضه لمين؟ للماء. حكينا حتى البروتين يفقد اكس 3 دي ستراكشر في عندك مواد معينه عندك الويك اسيد في عندك مثلا الدي تي تي في مواد كثير. فحتى انا اعمل ريناتشوريشن في طرق اول هاي الطرق بسموها الدياليسيس انه انا ايش؟ عباره عن تيوب شفاف بلاستيكي في مسامات. هاي المسامات المواد الكيماويه اللي عملت الديناتشوريشن لها قدر تخرج من هاي التيوب. يعني قلنا زي المنخل الإشي الناعم بخرج والإشي الكبير اللي هو البروتين بيظل موجود في التيوب فبصير عمليه ايش؟ الريناتشوريشن او عمليه الفولد كده. الطريقه الثانيه اللي هي سلو ديليوشن انه اخفف بس قلنا هاي الطريقه ريسكي لانه اذا انت بتخفف انت في نفس الوقت بتخفف من تركيز البروتين. والطريقه الثالثه باستخدام الكروماتوغرافي اللي هو فصل المواد. عمليه فصل المواد طبعا اما بتكون باعتماد على الشحنه او باعتماد على الحجم او باعتماد على الافينيتي تمام. اليوم راح ناخذ المحاضره الثالثه اللي هي البوليبتايدز اند بروتينز 3. راح نحكي عن كلاسيفيكيشن اوف بروتينز. يعني البروتينات كلها بروتينات كلها مكونه من امينو اسيد كلها لها برايمري وسكندري وتيرشري ممكن يكون لها كوتيرني. بس اليوم راح ناخذ انواع البروتينات بالنسبه لخصائصها اللي هم بالنسبه للشيب والسوليوبيليتي. اذا بروتينز كان بي كلاسيفايد بيست اون ذير شيب اند سوليوبيليتي انتو 3 جروبس لثلاث مجموعات. اوكي اول هاي المجموعات يسموها الفايبرس بروتينز. طبعا هاي البروتينات عاده لها رود لايك ستراكشر اوكي. طبعا هاي البروتينات عادة they are not soluble in water. طبعا هاي المحاضرة الأربعة ما راح تكون دخلت بالامتحان. بالإضافة إنه محاضرة الأربعة راح تكون أونلاين بزبلغكم زميلكم السيد راح تكون على 11:30 إن شاء الله لكل المجموعات. إذا الفايبرس بروتينز they have rod-like structure and these proteins are not soluble in water. اهم الامثله على الفايبرس بروتينز اللي هم الكولاجين بروتينز. طبعا الكولاجين عباره عن فاميلي بروتينز راح ناخذها ان ديتيلز. طبعا هاي البروتينات لانه لها علاقه او شكلها بكون رود لايك ستراكشر ذيس بروتينز اوفن سير ستراكشرال رولز ان سيلز. اوكي لها ستراكشرال رولز ان سيلز. هاي النوع الاول. النوع الثاني اللي بسموه جلوبيولار بروتينز. يعني من اسمها جلوبيولار شكلها شو بكون؟ كروي. لذلك قلت لك due to their distribution of amino acids بحيث يكون الهايدروفوبيك انسايد والهايدروفيليك اوتسايد. شو بتكون؟ بتكون سوليبل ان ووتر او في الاكيوس سوليوشن. لما احكي لك اكيوس سوليوشن معناته شو بكون السولفنت؟ بكون ايش؟ الماء. اهم الامثله عليها اللي هو ايش؟ بروتين الميوغلوبين. عاده هاي البروتينات سير ميتابوليك فانكشنز.
اذا سير ميتابوليك فانكشنز. النوع الثالث بسموه ميمبرين بروتينز، those proteins that are embedded in the lipid bilayer have extensive hydrophobic amino acids that interact with the non-polar environment of the bilayer interior. Membrane proteins are not soluble in aqueous solution. أهم الأمثلة اللي هو إيش؟ protein rhodopsin. Okay. طبعاً membrane proteins carry out transport activities, receptor functions, and other related processes. طبعاً رح نأخذين كل الانتيز. كل نوع شو خصائصه وأهم الأمثلة عليه. تمام؟ خلينا نحكي عن أول نوع. نحكي عن أول نوع اللي هو الفايبروس بروتينز. إذا في عندك general characteristics for the fibrous proteins. أول شيء they serve structural roles in cells. Okay. إلها علاقة بالstructure. طبعا fibrous proteins are often mechanically strong and highly cross-linked. مدام إلها علاقة بالstructure شو لازم تكون هاي البروتينات mechanically strong. طبعا هاي السترينث جاي ايش بسموه كروس لينك، بصير في عندك ايش كمان اكسترا بوندينج. اكسترا بوندينج طبعا مثل ما حكينا هاي البروتينات they are insoluble in water. insoluble in water طبعا السكندري ستراكشر is simple based on one type only. يعني السكندري ستراكشر فيها يا بكون الفا هيليكس او بكون بيتا شيث، ما بتلقاهم ميكس مع بعض، يا كله الفا هيليكس او كله. طبعا الالفا هيليكس مش شرط يكون بس واحد، ممكن يكون اكثر من الفا هيليكس مربوطات مع بعضهم ايش مثلا باللوبس، او مور ذان وان بيتا شيت مربوطات مع بعضهم ايش، بس انك تلقى ميكس بين الفا هيليكس وبيتا شيت لا مش موجوده بين في الفايبرس بروتينز. مثل ما حكينا هاي البروتينات ذا فانكشنز ان ستراكشر اوف ذا بودي اور سيل، مثلا موجوده بالتندونز، موجوده في البونز، في المصل والهير والسكين. اوكي إذن هاي البروتينات they function in structure of the body or cell موجودة بالtendons, bones, muscle, hair and skin. طبعاً من أهم الأمثلة على الفايبروس بروتينز أوكي مثل ما حكينا في عندنا الكولاجين، مهم جداً نعرف الكولاجين شو تركيبه، راح نأخذ السنة الجاية بموديول الأم أساس إن شاء الله ضربنا أحياناً بتكون سنة ثانية. أوكي في عندك بروتين ثاني بسموه الإلاستين بروتين. بتتذكر حكينا قبل فترة إنه الكولاجين بيعطي إيش rigidity وقوة، إلاست شو بيعطي elasticity. أوكي فعندك كمان بروتين الثاني عندك الكيراتين في عندك الفايبرويد. لو تطلع هاي الستركشر هون مثلا مقدمة عن الكولاجين ستركشر بتلاحظ إنه هاي هو إيش بسموه تروبو كولاجين. راح نأخذ كمان شوي إن الكولاجين مش بس كولاجين، مكون أول شيء من ألفا تشينز ترتبط مع بعضها بتكون التروبوكولاجين، التروبوكولاجين ترتبط مع بعضها بتكون كولاجين فايبريل، والكولاجين فايبريل ترتبط مع بعضها بتكون إيش الكولاجين فايبر. هون مثلاً الإلاستين تلاحظ لما يكون صار عندك ستريتشنج مط بتلاحظ هون في النقاط باللون الأحمر اللي شايفينها، هاي بسموها كروس لينكينج، شايفينها باللون الأحمر هاي بسموهن كروس لينك. أوكي هايلي كروس لينك مرتبطة لأنها إيش هي لها علاقة او لها دور كبير بالستراكشر لكثير من اجزاء الجسم مثل التندونز والبونز والمسل والهير والسكن. لما يصير ريلاكسنج برجع يعني تخيل زي المطاط لما تسحب يصير له مط، لما تتركه برجع لوضعه الطبيعي. اوكي طيب نحكي عن اول مثال على اللي هو الفايبرس بروتينز اللي هو الكولاجين بروتين. الكولاجين بروتين طبعا الكولاجين بروتين بحكي لك is the main structural protein of the various connective tissues in animals. موجود بـ connective tissues. طبعاً collagens are the most abundant proteins in the body. أكثر بروتين موجود في الجسم اللي هو إيش؟ الكولاجين. طبعاً الكولاجين بصراحة مكون تقريباً من 19 families. مش نوع واحد تقريباً 19 نوع. لذلك collagen protein make up from 25% to 35% of the whole body protein content. تقريبا ربع لثلث البروتينات الموجوده في الجسم شو هو الكولاجين بروتين، في العظام، في التندونز، في المسلز، اوكي بالكارتليج بتلاقي ايش الكولاجين موجود في كل هاي
الأجزاء. They occur in connective tissues where tensile strength is needed. Example, موجود في الجلد, skin, tendons, cartilage, والبونز. Okay, البونز راح نفصلني جاي إن شاء الله مكون من مكونين رئيسيات يسمون organic content والinorganic content. الorganic content أنا mainly بحكي عن إيش؟ عن البروتينات especially اللي هو الكولاجين البروتين. الانorganic أنا قاعد بحكي عن المينرالز مثلا الفوسفورس هاي الكالسيوم هاي كل ايش المعادن بتدخل بتركيب العظم. طبعا لما احكي عن tensile strength هي ناتجه من ايش؟ اول شيء يعني ليش له علاقه بالtensile strength؟ اول شيء التريبل هيليكس سكندري ستراكشر. اذا تريبل هيليكس انا قلت كمان شوي شو مقصود بالتريبل هيليكس. اثنين the assembly of tropocollagen subunits into a fiber. في إشي مكون يسموه tropocollagen. tropocollagen. ثلاثة chemical cross linking to strengthen the fiber. Again السنة الجاية إن شاء الله اللي ربنا بيحيينا عم تكون سنة ثانية رح نأخذ عملية تصنيع الكولاجين. لما يتصنع هي بتحول هاي البوليبيبتايد لا تريبل هيليكس او بسموه تروبوكولاجين. تروبوكولاجين كيف بتتحول لكولاجين فايبر. الفايبر كيف بتتحول لفايبر. طبعا اي مشكله اي خلل في واحده من هذه الخطوات راح يؤدي لظهور المرض وراث. هاي الكلام اللي حكيناه الثلاث نقاط التريبل هيليكس كان ستراكشر الاسمبلي في تروبوكولاجين والكيميكال كروس لينك. شو المقصود طبعا الكولاجين مثل اي بروتين هو عباره عن سيكونس اوف امينو اسيد. سيكونس اوف امينو اسيد. بس ايش في شيء مميز للكولاجين انه it is made up of three polypeptides بسموهن alpha chains and these three polypeptides are اللي هو twisted around each other. اوكي مثل شكل الحبل تطلع هون كل واحده من هذول الثلاثه هذول عباره عن ثلاث chains كل واحده من هاي chains بسموها alpha chain. شو بسموها alpha chain. ليه سموها alpha chain؟ لأن السكندر ستراكشر بتاعها شو عبارة عن ألفا هيليكس. لذلك شو سميناها ألفا تشين. إذن هاي بسموه طبعا تروبوكولاجين. كل واحدة منهم شو بسموها ألفا تشين. إذن 1 2 3 ألفا تشينز. هذول الثري ألفا تشينز تويستد أراوند. كيف لما تجيب حبل وتجدله نفس الطريقة الثري ألفا تشينز أو ثلاث حبال صغيرة بلفهم أو بجدلهم على بعض بيعطيني شو بسموه تروبوكولاجين. تمام. ليش سمينا كل واحدة منهم ألفا تشين؟ لأن السكندر ستراكشر بتاعها شو ماله؟ اسمه ألفا هيليكس. طيب هون في نقطة خلاف تتذكروا لما أخذنا الألفا هيليكس قلنا الألفا هيليكس ساعات شو بتكون؟ رايت هاندد. شو بتكون؟ رايت هاند. حكينا في أمينو أسيد معينة ما بتدخل بتكوين الألفا هيليكس وهم البرولين والجلايسين اللي هم بيعملوا كينكي. هون في حالة الكولاجين الأمور مختلفة. كل واحدة من هاي الالفا تشين هنعتبر النقطة هاي كل واحدة من واحد من هاي الالفا تشين شو بتكون ليفت هاند. كل واحدة لحالها ليفت هاند. الثلاثة مع بعض شو بكونوا رايت هاند. تمام. إذا تخيلوا حبل كبير يكون من ثلاث حبال صغيرة كل حبل صغير شو بكون ليفت هاند. بس الحبل الكبير كله مع بعض اللي هو تروب كولاجين شو بكون رايت هاند. مفهوم النقطة هاي. طيب إذن كولاجين is formed from tropocollagen subunits. هذول الثلاثة مع بعضهم شو بسموها tropocollagen. كل واحدة منهم شو بسموها الثلاثة هذول alpha chain. كل واحدة شو بتكون left handed. التروبوكولاجين أو الثلاثة مع بعض شو بكون right handed. طيب هون في خصائص بتميز الكولاجين على البروتينات الثانية. أول شيء إنه three separate polypeptide chains arranged as left handed helix. نعرف انه الالفا هيليكس شو بكون رايت هاند. تمام سلام. اذا كل واحده من الالفا تشين شو بتكون ليفت هاند. طيب النقطه الثانيه بحكي لك ايتش تيرن لكل واحده من هذول شو بتكون 3.3 ريزيدوز او امينو اسيد. اذا بتتذكروا لما اخذنا الالفا هيليكس حكينا كل واحده قديش كل لفه قديش بتكون 3.6. اذا شو صار فيه صار في اكستنشن. صار في ايش extension. لما احكي لك مثلا هاي القطعه طولها 3.6 امينو اسيد
قطعة ثانية نفس القطعة نفس الطول بس قديش فيها أمينو أسيد 3.3. إذا شو صار الأمينو أسيد؟ صار لها إيش؟ إكستنشن. شو سر الإكستنشن؟ وجود الجلايسين والبرولين. شو صار في عنا؟ صار في عنا كينك، لأنه راح نعرف كمان شوي السلايد اللي بعديه إنه وجود أعداد كبيرة من البرولين والجلايسين بتركيب إيش؟ الكولاجين. مع إنه بنعرف الكولاجين أو بنعرف الألفا هيليكس ما بيكون في برولين وجلايسين كثير، لأنه إيش بيعملين كينكينج. هون لا، أول شيء ليفت هاندد وفي أعداد كبيرة من الجلايسين برولين، صار فيه كينكينج ذكر الماضي اللي هو يعني بلغتنا العامية صار فيه طعج مثلا. تمام، الأصل الزنبرك شو نكون شو ماله متماثل، بس وجود برولين وجلايسين أعداد كبيرة عملوا كينكينج. شو صار إتش تيرن قديش طولها؟ 3.3. الأصل في الألفا هيليكس يكون 3.6. وآخر نقطة، each chain forms hydrogen bonds with the other two. يعني في عندك ثلاثة chain صح؟ كل واحد مرتبطة مع الثاني إيش؟ بهيدروجين bonding. بهيدروجين bonding. تمام؟ طيب. The types of collagen حكينا. الكولاجين family. الكولاجين family فعنا تقريبا at least 19 different collagens. تمام؟ 19 different collagens. أول شيء collagen type 1 اللي هو في الحالة هاي the fibers have diameter between 80 to 160 nanometer. النقطة الثانية هاي النوع من الكولاجينات عادة يكون موجود في البون، في الدنتن، في السكين، في التندون، muscles and walls of blood vessels. أوكي؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني يسموه كولاجين type 2، الدياميتر هون يكون أقل من 80 نانومتر. أوكي؟ عادة موجود في الانفيرتيبرال ديسكس and hyaline cartilage. كولاجين type 3 عادة يكون موجود في السبلين والمسل والأورت. كولاجين type 4 عادة موجود around different types of basement membranes and muscles. Type 5 found in embryonic cell cultures and the basement membranes. وtype 6 is found in muscle and skin. أنا هيك بس مقدمة سريعة عن بعض من أنواع الكولاجين. أوكي؟ لاحظ أكثر نوع اللي هو إيش؟ type 1 تايب 1. طبعا نيجي نحكي مثلا عن كولاجين تايب 1، احكي لك تايب 1 كولاجين which is the most common، اكثر نوع من انواع الكولاجينات الموجوده، is made up of، حكينا الكولاجينات عاده مكون من 3 الفا تشينز. هاي ال 3 الفا تشينز ممكن يكون كلهن متشابهات، ممكن يكون كلهن مختلفات، ممكن يكون في ثنتين متشابهات وثلاثه شو مالها مختلف. هون مثلا الكولاجين تايب 1 بحكي لك مكون من two identical peptide chains designated by alpha 1، يعني ثنتين alpha 1 والثالث شو بتكون؟ alpha 2. طبعا each alpha بكون في لها جين خاص فيها، يعني ما فيش جين واحد نفس الجين بصنع كل الكولاجينات، لا، كل جين بصنع chain معين اما alpha 1 او alpha 2 او alpha 3 حسب. فهاي بعض الكولاجينات مكونة من ثلاثة alpha 1، بعضها من ثلاثة مثلاً ألفا 2، بعضها من ثنتين مختلفات بالثالثة، أو عفواً ثنتين متشابهات بالثالثة، شو بتكون؟ مختلفة. إذن بالنسبة لكولاجين تايب 1 اللي هو الموست كومن كولاجين مكون من ثنتين ألفا 1 هون باللون الأزرق مثلاً ألفا 1 ألفا 1 والثالثة بتكون مختلفة عنها شو اسمها؟ ألفا 2. فهذول الثنتين ألفا 1 جايات من نفس الجين، تمام؟ وألفا 2 شو بتكون جاية من جين مختلف عنها. يعني شو اللي خلى الكولاجين فاميلي مختلفات عن بعض؟ لأن في جينات كثير كلها بتعطينا إيش؟ الكولاجين فاميليز. أوكي؟ مثلاً بحكي لك both type 2 and 3 consist of three identical polypeptide chains. يعني النوع الثاني والثالث كل جينات الثلاث chains اللي فيهم شو بكونن؟ the same، جايات من نفس الجين. هون بحكي لك نفس النقطة اللي حكينا قبل شوي، compared to the alpha helix the collagen helix is much more extended، بحيث إنه each turn is 3.3 amino acid. حكينا شو السبب؟ السبب وجود الكينكينج. الكينكينج شو مصدرها؟ اللي هو الكولاجين amino acid composition. اللي هو أول شيء بحكي لك nearly one residue out of three is glycine. يعني قديش نسبة الجلايسين في الكولاجين؟ تقريبا 33%. يعني تقريبا 33% من الامينو اسيد في الكولاجين شو بتكون؟
بتكون جلايسين. واحنا بنعرف الكولاجين شو السكندر ستكشر تاعه؟ الفا هيليكس. وحكينا الالفا هيليكس في عندك هيليكس بريكرز هم الجلايسين والبرولين. هون بحكي لك ثلث الامينو اسيد عباره عن ايش؟ جلايسين. بالاضافه انه البرولين كونتنت از انيوجوالي هاي. الوضع الطبيعي يكون البرولين قليل جدا، بس هون شو بكون؟ كبير بشكل مش طبيعي. هو ومين؟ والجلايسين. بالاضافه انه برولين مثل ما حكينا facilitates the formation of the helical conformation of each alpha chain because its ring structure causes kinks in the peptide chain. بالاضافه لوجود البرولين والجلايسين في عندنا many modified amino acid مثل 4 hydroxyprolin هو في النهايه برولين، 3 hydroxyprolin و5 hydroxylase. طيب نجي منطقيا نفسر ليش في عندنا اعداد كبيره من البرولين والجلايسين حتصير في الكينج. مره ماضي سالتكم سؤال بتتذكر، قلت لو جبت ثلاث زنبركات متماثله حاولت ادخلهم في بعض بدخلوا؟ لا. طب لو جبت ثلاث في بينهم اختلافات بدخلوا؟ وجود الكينكينج بيعمل ايش؟ طعج او كسر في هاي الهيليكس، تمام؟ فذاك شو حتى ايش يسهل من تكوين التروبو كولاجين، تمام؟ هون بحكي لك ديزاين اوف كولاجين. الديزاين اوف كولاجين انا ببلش من امينو اسيد سيكونس اللي هي الالفا تشين. لما يصير في عندنا جين اكسبريشن شو بيعطي لي؟ بيعطيني الالفا تشينز او الامينو اسيد سيكونس. هاي عاده الديمتر تاعها قديش؟ 1 نانومتر، تمام؟ طيب كل ثلاثة الفا تشينز مع بعض شو بكونن؟ بكونن تروبوكولاجين. كونن 3 الفا تشينز تويستد اراوند ايتش اذر. قديش صار الديمتر تاعها؟ 300 نانومتر. شو صار في الدايمتر؟ صار اكبر، تمام؟ طيب التروبوكولاجين نفسه مع بعضها لما ترتبط بتكون شيء يسموه كولاجين فايبريلز، لييفات، لييف تصغير ليف، لييفات. في بين هالنقاط الاحمر هاي شو اسمها؟ بسموهن كروس لينكينج، يعني الروابط الاضافيه بتصير بين التروبوكولاجين شو بتعطينا؟ الكولاجين فايبريلز. قديش الدايمتر تاعه؟ 1 مايكرومتر. من الاكبر المايكرو ولا النانو؟ اكيد المايكرو. اكيد المايكرو، مايكرو ميتر. طيب الكولاجين فايبرز نفسها مع بعضها شو بترتبط؟ شو بتكون؟ كولاجين فايبر، يعني لويفات اعطت ايش؟ الياف. اعطت قديش الديمتر بتاعها؟ 10 مايكرو ميتر. اذا structural features of collagen range from the amino acid sequence للتروبوكولاجين مولكيولز للكولاجين فايبرز والكولاجين فايبر. اذا بدك يعني من خلال الكلام هذا كله حكيناه بدك تفهم اول شيء انه الكولاجين او بلش من الفا تشين. ليش سميناها الفا تشين؟ لانه السكندر ستراكشر تاعها شو ماله؟ الفا هيليكس. بس شو بكون هاي الالفا هيليكس؟ ليفت هاند. هسه كل ثلاث الفا تشينز بكونن ايش؟ تروبوكولاجين. شو بكون التروبوكولاجين؟ رايت هاند. التروبوكولاجين بكون كولاجين فايبرين لما يصير في عندك كروس لينكينج بتوين هاي الملكول اوف تروبوكولاجين. والكولاجين فايبر شو بيعطن؟ الكولاجين فايبر. طبعا حكينا انه اعداد الامينو اسيد اللي بتعمل بريكنج اللي هم الهيتس بريكرز بتكون موجوده باعداد كبيره اللي هم الجلايسين والبرولين. حكينا السبب حتصير في كينكينج وصير في ترابط وتكوين ايش؟ التروبو كولاجين، تكوين التروبو كولاجين. ماشي؟ مفهوم رايتو؟ هاي البروتينات الكولاجين ما دام هو الموست كومن بروتين موجود في الجسم، تمام؟ راح يكون مرتبط بامراض كثير، امراض كثيره. فاي خلل في تصنيع البروتين يصير عندك مثلا ميوتيشن بيطلع عندي مرض وراثي. اي خلل في عمليه تكوين الكولاجين اللي هو التروبوكولاجين، لانه لما الالفا تشين ثلاث الفا تشين مع بعض شو بيعطن؟ تروبوكولاجين. هاي العمليه بدها انزيمز، بدها كوفاكتورز، بدها فاكتورز. اي خلل في اي عمل هالعمليات تنتج ايش منها؟ مرض وراء، مثلا مرض الاسطربوط السكار، ها سمعتوا فيه. كان يصير عاده لما كانوا يطلعوا البحاره في البحر، اللي كان زمان مو زي الايام هاي، مثلا هسه ممكن تلف العالم كله ممكن في شهر او في شهرين في سفينه وفيها كل ما لذ وطن، في ثلاجات وفي فريزرات، تمام؟ هذا المرض الاسطربوط مرتبط بفيتامين سي ديفيشنسي. هسه الانسان اذا لفترات طويله ما اخذ فيتامين سي راح يظهر مرض هو اسمه مرض الاسطربوط. طبعا ليش مرتبط فيتامين سي؟ لانه فيتامين سي عباره عن كوفاكتورز لواحد من الانزيمز المسؤوله عن تصنيع مين؟ الكولاجين.
طب ليش زمان كان الفرار زمان لما كانت الفصول كانت كان معهم زمان ثلاجات وفريزرات ما في مصدر لا فيتامين سي. هسه مثلا في حمضيات في العصير في الدنيا مدار السنه موجوده صح. زمان لما كانت طلع في البحر يقعد سنوات في البحر ما في مصدر فيتامين سي ياكل الاكل اللي معهم فيظهر عندهم ايش مرض الاسقربوط اللي هو يكون فيتامين سي عباره عن كفاكتور لواحد من الانزيمز المصنوعه عن تصنيع مين الكولاجين. فاول هاي الامراض يسموه الالرز دانلوس سيندروم او الاي دي اس. هاي الاي دي اس اللي هو بيكون is a group of inherited connective tissue disorders. اذا المرض مرتبط بالconnective tissue شو سببه؟ defect in the synthesis of collagen type 1 or 3. اذا اي خلل بتصنيع بروتين كولاجين type 1 او 3 اسم المرض ايش؟ الاي دي اس. لان connective tissues are proteins that support skin, bones, blood vessels and other organs. بس ان شاء الله تاخذ الهيستولوجي والاناتومي وهي الشغلات كلها ايش راح تجمعكم مره ثانيه. فالاي دي اس عاده بصيب السكن الجوينتس والبلاد فيزلز وولز. البلاد فيزل وولز هون بحكي لك there is no cure okay and treatment is supportive including close monitoring of the digestive excretory and particularly the cardiovascular system. هسه اي مرض وراثي له علاج؟ لا. لما يكون في عندك طفره اصلا شو بدك تسوي فيها الطفره؟ الا اذا صار في عندنا تكنولوجيا ممكن انه يعني في هيك تكنولوجيا هسه ممكن ادخل كروموسوم مثلا اضيف عليه الجينات اللي اصلا الها كان لها ديليش. اذا وصلنا لهذيك المرحله وقتها ممكن نقول انه في له علاج. ما دام المرض الوراثي جاي من ميوتيشن كيف بدي اصلح الميوتيشن انا؟ ما بقدر اصلح لانه الجين موجود وبشكل كل لحظه شو بصير بهاي الجينات؟ قاعد ايش بصير لها ايش؟ ريبليكيشن تتجدد تتكاثر تمام؟ هون اذا بحكي لك ما في له ايش؟ علاج. بقول لك the fragile skin and loose joints is often a result of abnormal genes that produce abnormal proteins that confer an inherited frailty of collagen. الكولاجين بسموه the glue of our tissue. كيف السمك اللي بيمسك الشغلات مع بعضها؟ الكولاجين نفس الشيء. اذا مش موجود هاي السمك شو بكون كل ايش؟ شو بكون ايش؟ مرتخي وبعيد عن بعض. بظهر من عند المرض بسموه اللي لو تطلع على هاي الصوره بتلاحظ كيف اصابع هاي الانسان مصاب بهذا المرض. السكين بكون فراجال يعني اي شيء ممكن ايش؟ يمزق الجلد. في جروب ثاني من الامراض بسموها كولاجينوباثي. يعني امراض مرتبطه ايش؟ بالكولاجين. طبعا هاي عاده تكون مرتبطه بكولاجين تايب 2 and 11. كولاجين تايب 2 and 11 عاده بتصيب مين؟ بتصيب كمان الكونكتيف تيشو. So these disorders are caused by defects in type 2 or type 11 collagen. طيب لو واحد بيسال سؤال ليش 2 و11؟ ليش مو 1 و11؟ هون الكوزز لو تنتبه هون الكوزز بحكي لك mutations in collagen 11A1 collagen 11A2 and collagen 2A1 genes cause collagenopathy types 2 and 11. ذكروا قبل شوي لما حكينا كولاجين type 1 مكون ثنتين الفا تشين متشابهات بثلاث شو مالها؟ كولاجين type 2 شو ماله؟ ثلاث متشابهات. هون بالنسبه لكولاجين 2 حكينا بصير في عندك ميتيشن بهاي الجين بظهر عند المرض. طيب شو علاقه كولاجين 11؟ لأنه كولاجين 11 مكون من ثلاث جينات اللي هما كولاجين 11A1 كولاجين 11A2 بالإضافة لكولاجين 2A1. يعني الجين المسؤول عن تصنيع كولاجين تايب 2 هو نفسه مسؤول عن تصنيع مين؟ 11. تمام؟ إذن في عندنا 3 chains في كولاجين 2 اللي هما نفسهم جايات من إيش؟ كولاجين 2A1. وفي عندنا 3 chains بكولاجين 11 اللي هم 11A1 11A2 و 2A1. لذلك الكولاجينوباثي بتكون مرتبطة ارتباط وثيق بين كولاجين تايب 2 كولاجين تايب 11. هون بحكي لك بالإضافة كمان إنه تايب 2 and 11 كولاجين disorders are grouped together because both types of collagen are components of the cartilage found in joints and the spinal column والinner ear and the jelly-like substance that fills the elbow. يعني هم في شيء مشتركة بالإضافة هم بكونوا تلك الموجودات في نفس
الأماكن في جسم الإنسان. فنحكي مثلا عن كولاجين أو كولاجينوباثي تايب 2 ألفا 1. وين بحكي لك refers to a wide range of conditions that can result from problems with cartilage collagen tissue due to the defect in collagen 2A1G. مدام في عندي خلل بهاي الجين راح يأثر على مين؟ على كولاجين 2 وكولاجين ايش؟ 11. تمام؟ بحكي لك defects in collagen 2A1 gene result in defective or reduced collagen production which in turn affects the development of connective tissues including the bones. طبعا في عندك signs and symptoms مرتبطة بالكولاجينوباثي، من أهمهم abnormal bone development, short stature, enlarged joints, curved spine, premature arthritis, vision problems, hearing problems, cleft palate, small lower jaw, with various facial anomalies. هذول تقريبا معظم او اشهر سيمتومز المرتبطه بالكولاجينوباثي تايب 2 الفور. اذا اجين ليش ربطنا 2 مع 11 يا محترمين؟ لانه الجين المسؤول عن تصنيع تايب 2 هو نفسه مسؤول عن تصنيع ايش؟ تايب 11. هاي بالنسبه للكولاجين، هاي بالنسبه للكولاجين. تمام؟ البروتين الثاني بسموه الكيراتين. الكيراتين، طبعا الكيراتين بحكي لك is the key structural material making up the outer layer of human skin. Human skin. فعنده general characteristics أهمها إنه tough and insoluble in water. Tough and insoluble in water. Main constituent of hair, nails and tooth enamel. طبعا حكينا إنه secondary structure عادة بالفايبرس بروتين يا بتكون الفا هيليكس او بتكون بيتا شيت. فبحكي لك الكيراتين في نوعين رئيسيات له. النوع الاول بسموه الالفا كيراتين. حاله الفا كيراتين بكون السكندري ستراكشر شو ماله؟ الفا هيليكس. النوع الثاني بسموه البيتا كيراتين. شو بكون السكندري ستراكشر؟ بيتا شيت. يعني ما بتلقاهم الاثنين مع بعض، لا، هذا اسمه بروتين لحاله اسمه الفا كيراتين، والثاني نوع بروتين لحاله شو بسموه؟ بيتا كيراتين. مستحيل تلقى بالفايبرس بروتينز ميكس بين الالفا والبيتا، يا بكون الفا او بكون بيتا. بالنسبه للكولاجين كله الفا هيليكس، بالنسبه للكيراتين في مرات الفا مرات شو بكون؟ بيتا. طبعا الكيراتين بالنسبه للالفا كيراتين مثلا ما دام اسمه الفا كيراتين شو بكون السكندري ستراكشر بتاعه؟ الفا هيليكس. انا بحكي لك الالفا كيراتين عاده موجود بالهير نيلز اوتر لاير اوف سكين وات فورمز اولموست ذا انتاير دراي ويت of these materials. مثل ما حكينا السكندر ستراكشر بيكون الفا هيليكس، بس بحاكي الفا كيراتين بيكون عباره عن دايمر اوف تو الفا هيليسز. اذا مكون من تو الفا هيليسز دايمر، بيكون المرتبطات مع بعض ايش؟ بداي سلفايد بونز. It is rich in amino acids that favor alpha helix formation. These hydrophilic side chains are on the alpha helix surface explaining its insolubility. لما احكي لك الفايبرس بروتينز عاده شو بتكون؟ انسوليبل، لانه الامينو اسيد معظمها اللي بتكون موجوده على السيرفس شو بتكون؟ هايدروفوبيك، لذلك هو شو بكون؟ بكون انسوليبل ان ووتر. مثل ما حكينا الالفا كيراتين بكون ريتش بالسيستين امينو اسيد. كل تو سيستين شو بكونه؟ داي سلفايد بوند. هاي بيعطيك كمان ايش؟ قدره اكبر انه يكون شو ايش؟ بكون انسوليبل ان ووتر. سو ذا مور داي سلفايد the stronger the alpha keratin. كل ما كان في عندي دايسلفايد اكثر شو بكون البروتين؟ بكون اقوى اكثر، لان دايسلفايد شو بتكون رابطه؟ كوفيلنت بوند. اذا مفهوم شو؟ الستكشر اوف ذا الفا كيراتين. نجي لنوع او انواع معينه من البروتينات بسموها الموتور بروتينز. الموتور بروتينز، الموتور بروتينز، هي الموتور بروتينز يا محترم. الموتور بروتينز بنحكي عن البروتينات اللي بتسبب عمليه المصل كونتراكشن ببساطه. حكيت وشرحت قبل هيك، حكينا حتى تصير عندك مصل كونتراكشن مصل ريلاكسيشن لازم يكون في عندك اتاتشمنت وديتاتشمنت بتوين ذا مايوسين هيد مع مين؟ الاكتين ثين فيلمنت. راح نعرف شو هو المايوسين هيد، شو هو الاكتين فيلمنت، شو البروتينات اللي بتنظم يعني عمليه انقباض المايوسين مع الاكتين. هل بتصير عشوائيه بدون سبب؟ لا، راح تعرف انه في مواد بتسبب انه المايوسين هيد تمسك مع الاكتين، وفي مواد بتسبب انفصال المايوسين هيد عن الاكتين.
في بروتينات بتنظم عملية الارتباط أو الانفصال أو الاتاتشمنت والديتاتشمنت. طبعاً الموتور بروتين بحكي لك the most prominent example of a motor protein is the muscle protein اللي هو الميوسين والأكتين المسؤولات عن عملية إيش المصل contraction. في شيء بسموه الساركومير، هاي اللي هو طبعاً بحكي لك شو هو الساركومير، اللي هو is the smallest functional structure of the muscle. يعني العضلة كلها معروف العضلة حتى تسبب انقباض وانبساط تسبب الحركة. يعني طب اصغر جزء ممكن يمثل العضله شو بسموه؟ بسموه الساركومير. اذا الساركومير is the smallest structure of the muscle. اذا بدك ابسط جزء في العضله المسؤول عن الانقباض والانبساط العضله اسمها ايش؟ الساركومير. طب الساركومير من ايش مكونه؟ مكونه اول شيء من المايوسين او بسموها thick filament. اذا المايوسين بسموها ايش؟ thick filament. الاكتين بسموها thin filament. بالإضافة لوجود بروتينات يسموها regulatory proteins or proteins that stabilize the positions of the thick and thin filaments and proteins that regulate the interaction between thick and thin filaments. تذكروا المرة الماضية لما حكينا البروتينات كن تكون مرات من one domain أو two domains أو three domains حسب كل domain له وظيفة خاصة فيه. تذكروا المرة الماضية حكيت لكم أن الميوسين هيد بيمسك على مكان معين على الاكتين. هذا المكان المعين اذا شو اسمه اللي بنسميه؟ بنسميه دومين، لانه مسؤول عن ايش؟ ارتباطه مع مين؟ مع المايوسين هيد. طبعا مثل ما حكينا the myosin head attacks to an actin filament within the sarcomere of a myofibril then pull towards the center of the sarcomere. In the process the sarcomere length shortens and the muscle contracts. العضله لما تنقبض شو بصير فيها؟ بصير طولها ولا بقل؟ بصير شورتنينج لها تنقبض اسمها انقباض العضله. ولما يصير لها الريلاكسيشن شو بصير فيها؟ بترجع لوضعها الطبيعي او بصير ايش؟ اطول. طيب نحكي هسه عن مكونات الساركومير. اول شيء نحكي عن المايوسين ستراكشر او بسموه الثيك فيلمنت. اذا المايوسين بسموهم موتور بروتينز ذات انتراكت وذ اكتين فيلمنت اند هايدرولايز اي تي بي تو جينيريت موفمنت. إذا عملية انقباض العضلة وانبساطها تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى طاقة. بالإضافة تحتاج لإيش؟ للكالسيوم. حتى الميوسين هيد يمسك مع الأكتين بدنا الكالسيوم. هسه بنعرف ليش بدنا الكالسيوم. وحتى الميوسين هيد يفك عن الأكتين نحتاج لإيش؟ ATP hydrolysis. تمام؟ يعني لو ما كان في عندنا ATP بتظل إيش؟ بصير في عندك إيش؟ العضلة شو اسمها؟ stiffness. مثلا واحد هو بيلعب رياضة فجأة تتشنى رجله بقر. اللي بيصير بتراكم مواد معي ما راح ندخل بالتفاصيل، بس بيكون المايوسين هيد ما عندها القدره انها ايش تفك عن الاكتين الا بعد شوي بدك تسوي تمارين حتى ايش الامور ترجع لوضعها. راح ناخذها ان شاء الله ليتر اون، راح تاخذها بالفسيولوجي. تمام. فالمايوسين ان جنرال عباره عن هكسامر. هكسامر يعني قديش مكون من جزء؟ ست اجزاء هكسامر. تنتين منهم بسموهم هيفي تشينز واربعه بسموهم اللي هم لايت تشينز. إذا لو تطلع هون هذا الميوسين ستراكشر. الصوت عالي كثير صح؟ كويس؟ طيب هاي الميوسين ستراكشر كل واحد من هذول التشين اللي هي باللون هاي الأبصر البني أو هذا الأصفر الفاتح هاي بسموها هيفي تشين. أوكي؟ وهي الثانية شو بسموها؟ هيفي تشين. الثنتين هذول الطوال التشين اللي هاي وهاي شو بسموهن؟ هيفي تشين. فعندك أربعة تشينز في الداخل بسموهن لايت تشينز. هسه الهيفي تشين كل واحدة منهم هذول بكون كتلتها الجزيئية 220 كيلو دالتون. هاي KDA اختصار للكيلو دالتون اللي هي وحدة الوزن الجزيئي للمركبات اللي هي بنحكي عنها البروتينات. قالوا بقول لك مثلا هذا التليفون مثلا كتلته مثلا 200 غرام، بقول لك هاي الهيفي تشين كتلتها وزنها الجزيئي 220 كيلو دالتون. هسه في عندك فور لايت تشينز، ثنتين منهن بسموهن ريجولاتوري لايت تشينز وثنتين شو بسموهن؟ essential light chains. كل واحدة منهم قديش وزنها الجزيئي؟ 20 كيلو دالتون. إذا هذا تركيب المايوسين بشكل عام. في عندك two heavy chains، هاي الأولى للأخير وهي الثانية للأخير. في عندك four light chains، ثنتين مثلا هذول بفرض هذول، ثنتين بسموهن regulatory light chains وثنتين شو بسموهن؟ essential light chains. اللي بهمنا في الموضوع تعرف الهيفي تشين شو مكونك. الهيفي تشين بقول لك كل هيفي تشين يعني هاي اللي هي بالبني او هاي اللي باللون الاصفر تمام،
كل واحدة منهم مكونة من 3 domains. يعني هاي مكونة 3 domains. الدومين الأول اللي هو هاي البداية هاي بسموهن subfragment S1 أو بسموهن الميوسين هيد. إذن أول جزء شو بسموه؟ subfragment 1 أو S1 أو الميوسين هيد. الجزء الثاني اللي هو بالوسط بسموه subfragment 2 أو S2. والجزء الثالث بسموه light myosin أو LMM. أوكي؟ إذن كل هيفي تشين مكون من ثلاثة دومين، الـ S1 أو الميوسين هيد، والـ S2 والـ LMM. تمام؟ طبعاً هاي الـ S1 أو بسموها جلوبير هيد أو بسموها الميوسين هيد، اللي هي عبارة عن الجزء اللي بيمسك مع مين؟ مع الأكتين ثين فيلمنت حتى يسبب عملية المصل كونتراكشن. تمام؟ إحنا ركزنا عليها أكثر واحد. إذن الـ S1 بشكل اللي هو الأكتين بايندينج سايت والـ ATPase أو ATPAs site. أوكي؟ يعني هذا نفس الجزء، الجزء اللي بمسك مع الميوسين مع الأكتين فيلمنت، والجزء اللي بصير فيه الATP hydrolysis حتى يفك الميوسين هيد عن مين؟ عن الأكتين. هاي الميوسين هيد أو S1 نفسه كمان بنقسمها إلى ثلاثة sub domains. أول واحد بسموه N-terminal أو بسموه nucleotide binding domain. طبعاً هاي لما أقول لك nucleotide، شو هو nucleotide في الحالة هاي؟ اللي هو الATP. اوكي اذا اول ان يعني الميوسين هيد هاي نفسها مكون من ثلاث اجزاء، اول جزء بسموه الان تيرمينال او نيوكليوتايد بايندينج دومين، الثاني بسموه السنترال اكتنج بايندينج دومين، الجزء اللي بربط مع مين؟ مع الاكتين، والثالث الاخير بسموه السي تيرمينال اللي هو نفسه كمان الاكتين بايندينج دومين. اذا الاكتين بربط مع الدومين الثاني او سب دومين الثاني، والثالث تاعت مين؟ تاعت الميوسين هيد او الاس 1. هاي ببساطه لما نحكي عن الميوسين هيد هو عباره عن هيد سامر مكون من 2 هيفي تشين و 4 لايت تشين. كل هيفي تشين مكونه من اس 1 واس 2 وال ام ام. الاس 1 نفسه مكون من ثلاث اجزاء، الان تيرمينال والسنترال والسي تيرمينال. الان تيرمينال اللي بربط مع الاي تي بي، السي اللي هو السنترال والسي تيرمينال اللي هم بربطوا مع مين؟ بربطوا مع الاكت. هاي بالنسبه للستراكشر اوف ميوسين. نجي نحكي عن structure of actin. طبعا انا قاعد بعطيكم شيء يعني مو يعني مش مقدم، مقدم بسيطه جدا. انا بهمني تعرف هاي الشغله. الاكتين هو عباره عن بروتين وزنه الجزيئي 42 كيلو دالتا. اوكي؟ طبعا هو عباره عن ادينين نيوكليوتايد بايندينج بروتين ذات ميد اوف، يعني قديش في امينو اسيد؟ بكون في 375 امينو اسيد. طبعا هو الاكتين مش بس موجود في العضلات كمان، لا موجود في اماكن ثانيه في الجسم، بس احنا اليوم بنحكي عن الموتور بروتينز، بهمنا على الاكتين اللي بربط مع الميوسين حتى يسبب ايش؟ عمليه المصل كونتراكشن. نعطيكم يعني ابسط شيء قدر الامكان. طبعا الاكتين عاده بكون موجود في له تو ميجر فورمز. الفورم الاول بسموه الجي اكتين او جلوبولار اكتين. اوكي؟ عباره عن تخيل انها كرات، كل كره لوحدها. شو بسموه؟ الجي اكتين. هاي الجي اكتين بصير لها بوليمرايزيشن بشكل سبونتينيوسلي. اوكي؟ بتحول للاف اكتين، بتحول للاف اكتين طبعا بيكون اندر فيسيولوجيكال سولت كونسنتريشن، لانه الاكتين مرات انا بحتاجه مثلا في العضلات از اكتين فيلمنت ابوليمر، فاماكن ثانيه لا بحتاجه از مونومر او اللي بسموه الجي اكتين. فالجي اكتين ممكن يتحول للاف اكتين اذا كان في عندك Optimum salt concentration أو بسموه physiological salt concentration. طبعاً عادةً الأكتين لكون أكتين monomers are arranged in a two-strand helix. عادةً كل two polymer بيكون موجودات مع بعض. تمام؟ إذن الأكتين إما يكون على شكل جي أكتين أو شكل كرات globular أو بيكون شكل filamentous أو بسموه F أكتين على شكل polymer. تمام؟ هاي بالنسبة للأكتين. طبعاً الأكتين عرفنا بالنسبة للموتو بروتين والجزء اللي بربط فيه ايش؟ الميوسين هيد حتى يسبب عملية ايش؟ المصل كونتراكشن. النوع الثالث من البروتينات بسموهن تروبوميوسين. تروبوميوسين طبعا تروبوميوسين بسموهن ريجولاتوري بروتينز، لها علاقة بانها تنظم عملية ارتباط الميوسين هيد مع مين؟ مع الاكت. طبعا تروبوميوسين شكله از رايت هاندد هيليكا بروتين، شكله بكون ايش؟
زي الزنبرك. اوكي طبعا which forms a cold dimer that cooperatively binds with actin thin filament. عاتم بكون التروبوميسين دايمر تمام، ودائما بيكون مرتبط التروبوميسين مع مين؟ مع الاكتين، لان اما قاعد بحكي عن السابكومير ابسط جزء في العظم، كل الشغلات اللي حكيناها وين موجوده؟ كلها بالسابكومير اللي بشوفها اندر مايكروسكوب تمام. فالتروبوميسين بيكون موجود على شكل دايمر، ودائما التروبوميسين مرتبط مع مين حكينا؟ مرتبط مع الاكتين. بحكي لك ايتش تروبوميسين تشين مكون من 284 امينو اسيد. اوكي طبعا هاي تكون مرتبطه في تايت هيدروفوبيك انتراكشن بين التو تشينز، يعني كل تشين من هذول التشين اوكي مرتبطه مع التشين الثاني حتى تكون ايش؟ الدايمر. كل تشين قديش فيها امينو اسيد؟ 284 امينو اسيد. بحكي لك التروبوميسين is always found associated with the actin. طبعا each tropomycin spans the length of 7 actin monomers. لو طلعت تون مثلا السلايد اللي قبله بعد 7 اللي هي طول ايش 7 monomers؟ طول كل واحده تروبوميسين. طبعا التروبوميسين بيكون دائما موجود as what؟ as dimer. وهنا قديش في عندنا ثنتين اصلا؟ ثنتين مع بعض صح؟ فكل تروبوميسين لو مديته مع الاكتين بيكون طوله قديش؟ 7 اكتين مونومرز. 7 اكتين مونومرز. طيب النوع الرابع من البروتينات اللي بتكون الساركومير بسموهن التروبونين كومبلكس. اذا حكينا في عندنا ثيك فيلمنت مايسين، في عندنا ثين فيلمنت الاكتين، في عندنا ريجوليتوري بروتينز اللي هم التروبوميسين والتروبونين كومبلكس، في اذر بروتينز ما راح نحكي عنها. بالنسبه للتروبونين كومبلكس سموه كومبلكس لانه مكون من 3 سب يونتس، تروبونين تي، تروبونين اي، وتروبونين سي. طيب اذا تروبونين تي، تروبونين اي، وتروبونين سي. تروبونين تي سموه تروبونين تي لانه بيكون مرتبط مع مين؟ مع التروبوميسين. اذا تروبونين تي سموه تروبونين تي لانه مرتبط مع التروبوميسين. تروبونين سي سموه تروبونين سي لانه هو الجزء اللي بربط فيه الكالسيوم. اذا الجزء اللي بربط فيه الكالسيوم شو اسمه؟ تروبونين سي. تروبونين اي سموه تروبونين اي لانه جاي من اختصار انهيبيتوري سب يونت. ليش سموه انهيبيتوري؟ ببساطه لو طلعت تون لهي الفيجر حتى ارخص لك الموضوع، طلع لهي الفيجر، هاي الاكتين باللون الاخضر، وهاي المرتبط فيها دائما مين هو؟ التروبوميسين. هاي عندنا المايوسين هيد تمام، عندنا المايوسين هيد، وفي عندنا تروبونين كومبلكس. عاده في حاله عدم وجود كالسيوم بكون التروبونين اي مغطي الجزء على الاكتين اللي بربط مع مين؟ مع المايوسين هيد. يعني بدي افرض انه هاي، بدي افرض هون قدامي مثلا اللي شايف شايف اللي مو شايف في السوبر، افرض هذا المكان اللي هو في الاكتين اللي بربط فيه مثلا هاي المغيطه، هاي الجزء الاكتين اللي بربط فيه المايوسين هيد، هاي دفض هاي المايوسين هيد ماشي. في حاله عدم وجود كالسيوم هاي المنطقه شو بتكون مغطيه بتروبونين اي تمام. طيب اذا توفر الكالسيوم شو بصير؟ كالسيوم مربوط مع تروبونين سي، تروبونين سي شو بيعمل؟ بيسحب التروبونين اي، فبيجي المايوسين هيد مع مين بيمسك؟ مع الاكتين. شو اللي بخلي المايوسين هيد يفك عن الاكتين؟ الاي تي بي. مفهومي هاي؟ اذا تروبونين اي سموه تروبونين اي لانه جاي من انهيبيتوري سب يونت، هي السب يونت اللي بتغطي على مكان ارتباط المايوسين هيد مع مين؟ مع الاكتين. اذا توفر الكالسيوم، كالسيوم مربوط مع تروبونين سي، شو بسوي تروبونين سي؟ بيسحب التروبونين اي. طبعا انا قاعد بحكي لكم ابسط شيء، الامور مش هيك يعني معقد اكثر، بس انا بحكي لكم شيء مبسط تمام. اذا الكالسيوم مربوط مع تروبونين سي، تروبونين سي شو بيسحب؟ تروبونين اي، فبيجي المايوسين هيد بيمسك مع مين؟ مع الاكتين، تسبب عمليه المصل كونتراكشن. ريلاكسيشن اي تي بي هيدروليسيس، بفك المايوسين هيد عن الاكتين فبيرجع وضعه الطبيعي، بتستمر هاي العمليه. هاي طبعا اللي هو الكلام اللي انا حكيته موجود بهاي السكيل. النوع الثاني من البروتينات، اذا حكينا عن الفايبرس بروتينز حكينا عن الموتور بروتينز، النوع الثاني بسموه جلوبولار بروتينز، البروتينات اللي بكون شكلها شو ماله؟ زي شكل الكره، زي شكل الكره. اذا جلوبولار بروتينز are also known as spheroid proteins are proteins formed by compacted amino acid chains which are folded into intricate shapes that only roughly resemble spheres. طبعا حكينا
بدايه المحاضره انه هاي البروتينات شو بتكون؟ ووتر سوليوبل. اذا الامينو اسيد اللي بتكون هيدروفيلك وين موجوده؟ على السيرفس. واللي بتكون هيدروفيلك وين بتكون موجوده؟ في الكور او انسايد ذا هاي الكور. اذا اكيد ديفرنس بتوين جلوبال بروتينز اند فيرم بروتينز از ذات ذا فورمر تايب اوف بروتين از يوجوالي سوليوبل، بينما الفايبرس شو بكون؟ ان سوليوبل. مثل ما حكينا حتى احقق هاي العمليه ويكون البروتين سوليوبل يا صبايا، حتكون سوليوبل بكون الامينو اسيد الهيدروفيلك وين موجوده؟ على السيرفس لهي الكره، والهيدروفيلك وين بكون موجود؟ في انسايد. طبعا دول البروتينز حكينا عاده لها علاقه بالميتابوليك فانكشنز، مثلا هي تشمل انزيمز، تشمل ترانسبورت بروتينز، تشمل ريجوليتر بروتينز وبروتينز وذ ماني اذر فانكشنز. طبعا انا بدي اصنف الجلوبال بروتينز اكوردنج تو ذير سكندري ستراكشر. حكينا الفايبرس يا بتكون السكندري يا الفا او بيتا. في حاله الجلوبال بروتينز عندي اربع حالات، يا بكون كلهن الفا، كلهن الفا هيليكس مثال عليها المايوجلوبين، او بكون كلهن بيتا، بيتا ستراكشر مثال عليها التناسل بروتين، او بتكون الفا سلاش بيتا او الفا بلس بيتا. شو الفرق بين الفا سلاش بيتا والفا بلس بيتا؟ الالفا سلاش بيتا اللي لابسه احمر، الالفا سلاش بيتا الالفا سلاش بيتا بتكون بروتينز ذات كونتين الترنيتنج الفا هيليكال اند بيتا شيت سكندري ستراكشر. يعني في عندك باترن معين في ترتيب معين، مش عشوائي الامور، يعني متى بكون الالفا ومتى بكون البيتا. بينما الالفا بلس بيتا بقول لك in these proteins the alpha helical and beta sheet regions occur in independent region. اذا الفا سلاش بيتا بكون في عندك pattern معين، مثلا الفا بيتا الفا بيتا الفا بيتا، او مثلا الفا الفا بيتا الفا الفا، يعني في pattern معين. بينما الالفا بلس بيتا لا، بتكون بشكل عشوائي، كل واحده ما لها علاقه ايش في الثاني. مثال على الالفا سلاش بيتا اللي هو ترايوز فوسفيت ايزومريز انزيم، ومثال على الالفا بلس بيتا اللي هو رايبونوكليز انزيم. تمام. اذا الجلوبال بروتينز مش زي الفايبرس، ممكن تكون كلهن الفا كلهن بيتا او ميكس بين الالفا والبيتا. طبعا اهم امثله على الجلوبال بروتينز اللي هم الاكسجين بايندينج بروتينز، اللي هم لما احكي عن المايوجلوبين والهيموجلوبين، المايوجلوبين والهيموجلوبين. اذا المايوجلوبين والهيموجلوبين موجودات ان لارج مالتي سيلولار اورجانزم. طبعا المايوجلوبين المره الماضيه حكينا وظيفته to store the oxygen in the muscle، والهيموجلوبين وظيفته to transport oxygen in the blood and is located عادة in the red blood cells. Red blood cells. نحكي على structure of myoglobin. حكي الميوجلوبين كل شو بكون؟ الفا هيليس. هون بحكي لك 75% of the structure عبارة عن ايش؟ الفا هيليكس. طبعا الجزء المتبقي شو بكون؟ اللوبس. تمام؟ إذا 75% شو بكون؟ ألفا هيليس. طبعا مكون من 8 regions، يعني كلهن عبارة عن إيش؟ ألفا هيليكس. بس قديش مقسمات لمنطقة؟ 8 مناطق. شو اللي بربط بين هاي المناطق؟ اللوبس. طيب هاي الـ 8 regions سموهن A B C D E F G and H. إن 8 مناطق، كل واحدة منهم شو بتكون؟ الفا هيليكس. سموهن A B C D E F G H. فضلاً زي هيك يعني ترتيب الهجاء لحد لغاية ال H. بحكي لك المايوجلوبين consist of a single polypeptide. لما ذكر المرة لما حكينا كوتير إنه قلنا هو مش كوتير لأنه مكون من 1 polypeptide. بكون فيه قديش أمينو أسيد؟ 153 أمينو أسيد. طبعاً مكون من 1 polypeptide و 1 هيم جروب. وين هي؟ أسألك نعرف شو نقصد بالهيموجلوبين. طبعاً الميوجلوبين انتيرير عادةً بكون نون بولار ريزيديو. أنا حكينا الجلوبين بروتينز من خارج هيدروفيلك، بالداخل شو بكون؟ هيدروفوبيك. طبعاً الميوجلوبين stores and facilitates oxygen diffusion in muscle, especially in heart and skeletal muscle. أوكي؟ طبعاً the eight الفا هيليكال سيجمنتس ار فولدد انتو جلوبولار بروتين، بحيث انه هو يعمل زي شكل الكره، يكون داخلها زي التجويف. شو بكون في هاي التجويف؟ الهيم جروب. لذلك في عندك 3 كريتيكال فانكشن للميوجلوبين. اول شيء
it holds the heme group, هي اللي بتمسك الهيم جروب. اثنين, it protects the heme iron from oxidation, okay, it provides a pocket into which the oxygen can fit. هسا لما اروح لتركيب الهيم جروب, طلع الهيم جروب, هاي وين بتكون موجودة؟ داخل مين؟ داخل الميوجلوبين, الهيم جروب. تمام, بحكي لك الهيم تقع بين المنطقتين E و F. مش حكينا مكون من ثمان مناطق؟ الهيم جروب بتكون بين المنطقة E والمنطقة F. طب شو هي الهيم جروب؟ الهيم جروب هي عبارة عن كومبلكس مكون من البورفيرين والفيروس ايرون او ايرون بلس 2. طيب شو هي البورفيرين رينج؟ هاي البورفيرين رينج هيك شكلها الستركشر تاعها. من ايش مكونه؟ كل مكونه من اربعه بايرول رينجز مرتبطات مع بعضهن بميثيلين بريدج. فلو طلعت هاي هي البورفيرين رينج, وين الايرون جاي؟ بالسنتر. طيب شو علاقه النقطه اللي هون؟ it protects the heme iron from oxidation. الايرون عاده شو بكون؟ بلس 2 صح؟ الوسط environment الموجود في الهيم جروب وين جاي؟ في قلب البروتين في الوسط. شو حكينا هذا بكون؟ نون بولر, ما بحب الماء. طيب افرض كان في ماء بيستقر, بكون مستقر الايرون؟ لا, راح يتاكسد ويعطينا ايش؟ ايرون بلس 3. لذلك سبحان الله ربنا لما خلقه بكون من الداخل هيدروفوبيك نون بولر, بحيث الايرون بلس 2 تظل ايرون. لو صارت الايرون بلس 2 ايرون بلس 3 ما راح تكون قادره انها تمسك مع مين؟ مع الاكسجين. مفهوم هاي؟ اذا الهيم جروب مكون من البورفيرين رينج والايرون وين بتكون؟ في السنتر. في السنتر البورفيرين رينج مكون من فور بايرول, هاي اسمها بايرول اللي هي نفس البايرول. البايرولز مرتبطات مع بعضهن بايش؟ الالفا ميثيلين ابريدج. اخر شيء, اخر سلايد في المحاضره عن الهيم ستراكشر, بحكي لك هاي الايرون, هاي الايرون ايرون بلس 2 الها القدره ترتبط مع 6 ليجنز. شو هم ال 6 ليجنز؟ اول شيء ايرون يا محترم, الايرون جاي في السنتر مرتبطه مع اربعه من النيتروجين. منين جايات؟ من البايرولز. مش حكينا هون في عندنا البايرولز؟ هاي الايرون مرتبطه, هاي اربعه صح, 1 2 3 4 اللي هم هذول هون. تمام, الخامس من وين جاي؟ الخامس جاي من ايش بسموه؟ هيستيدين اف 8, يعني امينو اسيد رقم 8 في المنطقه اف تربط مع مين؟ مع الايرون. اذا في رابطه. اذا the fifth ligand is provided by a nitrogen atom from the imidazole group of histidine 93 او بسموها proximal histidine also known histidine F8 which is the eighth residue of the F helix of myoglobin. يعني ترتيب هاي الامينو اسيد وهاي الجروب جاي من امينو اسيد رقم 93 كله as one myoglobin, او اللي هي نفسها امينو اسيد رقم 8 في الاف ريجن. تمام, هاي بدي صار في عندنا ليجند خمسة. السادس مع مين؟ مع الأكسجين مولكيول. إذا the sixth ligand is to iron is provided by molecular oxygen which binds to the heme group in a pocket formed by myoglobin. إذا أربعة جايات من البورفيرين رينج, الخامس جاي من أمينو أسيد رقم 8 في الأف ريجن أو أمينو أسيد رقم 93, والسادس من وين جاي؟ من molecular oxygen. لأن أصلا وظيفة الميوغلوبين هو عبارة عن ستور لمين؟ لا الاكسجين. ستور لمين؟ لا الاكسجين. ماشي يا جماعه؟ طبعا الله يعطيكم العافيه. هاي المحاضره مثل ما حكينا مش داخله في الامتحان للمحاضره.